همش مولفين يتبعوا الرياضه يجوا للملعب، يجوا باش يتبعوا، لان كانوا هذاك الوقت كانوا مثل المولوديه كنوع يحلموا بالمولوديه اليوم الاستقلال. هذاك الوقت كي تدخل في ارض الميدان بالقميص تاعها اخضر واحمر الناس تمثل كل علم. ما حنايا ذاك الوقت كانت الناس يلقاوها في الجبل وكذا، قلنا حنا كي عاد نسوب يعني ولات الكره الجزائريه في هذه الصفه هذه نكونوا سبب باش يموتوا فيها خاوتنا، قلنا بالك نواسيو اجتماع ونحبسوا الشامبيونا محسوب من خير لنا. وصل الوقت وين كل جزائري كان شاعر بالمسؤوليه نتاعو، كل قلب كان يخفق عن الالوان الوطنيه، وكل جزائري كان متجند، والجمهور الغفير اللي راح الملعب سانتو جان البلوغين اليوم يشاهد الى المقابله الفاصله ضد لاسوسياسيون سبورتيف دو سانتو جان لايسيسو، والحاج دريش يحكي لنا. اللي وصلنا لهذا الشطاد ادخلنا لهنايا نصيبوا غاشي كبير ونصيبوا الشطاد معمر باللي سيراس، ميزنا منا ادخلنا ما عليناش، دخلنا للفيستيار بدينا الماتش والحاله بدات الماتش نورمال كيما مداري، واللاعبين مجدين روحنا على خاطر كنا هذاك الوقت كنا في لا بوزيسيون تروازيام، كنا تاكلين باش نوصلوا لا بروميير بلاس بالك نديو الشامبيونا. ما عليناش في اللعب هذاك دخلوا لنا بيت لا بروميير ميطون، دخلوا لنا بيت ما عندنا حاجه، دخلنا وصلنا لا دوزيام ميطون نلعبوا انا نلعبوا، واللاعبين بداوا الحماسه باش يخلفوا البيت اللي خاسرينه. يجي منهم واحد حمادي الله يرحمه هو اللي ماركا البيت، شهيد الله يرحمه. وقت اللي ماركينا البيت الشعب فرحان، الحاصل كملنا اللعب، وقت اللي كملنا اللعب سلكنا لابارتي ديالنا، ادخلنا للفيستيار هنا هذا الشيء هذا اللاعبين باش يلبسوا، وقت اللاعبين لبسوا وجدوا روحهم طرفوا روحهم، جينا خارجين وقت اللي خرجنا نصيبوا هو الكبير بين لي سيراس وكذا، وحنا انا ما عرفوا لا ديريجون ولا اللعاب المطرق على دماغنا ومعايا مولود. كي جينا خارجين الحصون نصيبوا الدنيا مخلطه، اللي سيراس يضربوا من ولا ومن جملتهم دخلوا علينا حنايا، بداوا فينا حنايا وفي اللاعبين، ما فرقوا لا من اللاعبين لا من الشعب لا والو، وزادوا كملوا داروا لنا لي مانوت انا وياه انا والحاج ابراهيم. يعني انا في اون انتونت وهذا متفقين كاع بيناتنا قلب واحد، رانيتي كنا في 11 بصح دايرين قلب واحد، عاطني كيما يقول لك بنادم العيا ما كاش ونلعبوا، انا نلعبوا صدقوا ما قال لي ماركاو لنا البيت، ماركاو لنا البيت ورابحين 1-0 انصار من جهه يشطحوا، حنا خاوتنا دوك هذيك الشعب المساكن كي اللي نقص منهم لاميطايتي تيرميني، ادخلنا الفيسير زادوا لي ديريجون يعني بداو يرتبوا فينا بالعقل، حنا ديجا كانت الدعوه تخدم نتني من نرجين شويه حنفولي نحبوا نربحوا كوت كوت بربي ان شاء الله بور انكوراجي نوتر بوب. جينا اسون رتبونا وقعدتك زيد جينا داخلين ابدينا نلعبوا، انا لعبوا لعبوا اون فوي كو اون افي جوي بليس كي اون فالي باسكو اون دوني تو سكو اون افي فهمتي في قلبنا. انا لعبوش دقة انا في امورسي لاطاك بدات من لا ديفونس حابطها انا فوا هكذا كذا طاحت في رجل عمر احد افي دوني بيل بال لهذا حمادي الله يرحمه حمادي محمد الى ايغاليزي الو او مومون كي كونت الى ايغاليزي لو بيبليك تاعنا ناض اولا تداوى الشطيح وقاعدتك وحنا بيناتنا نتباوزو وكنا فرحانين كيما يقول لك بنادم اون افي لي سبور دو لي بات هذا غالب كيما يقول لك بنادم ولا اربيتراج نيتي با ني في دو نوتر كوتي سي تا دير دايور انا جامي تي افونتاجي سا ايتي تو لتون انا ايتي ديزافونتاجي اي الاربيتراج مالغري سا اون شيرشي ا ايغاليزي لو دوزيام بيت يا اخي سي لا ومن بعد انا نكملنا نلعبو صاروا دي ستار كي كانوا يشطحوا هذاك ومن بعد صارت كبيره في لي تريبين الاربيت افي اريتي لا بارتي نو دو موطار هنايا في لاتوش لي دو موطار في لاتوش
جيت البالون راح لاتوش، جيت انا باش راح نجيبه باش نوتي لاتوش، نصيب البالون قدام رجليهم. جيت انا رفت البالون شويه سخون، رفت البالون هفيته هكذا وواسع هكذا للكابوس تاعو. جيت انا نحيتو تيكو، قلت له تير كسيطا تير. جا عبد اللاوي كي يلعب معايا جا يجري نحز بدني، قال لي يا لعب خلينا منهم. لما قال لي جزاه الله يبارك والشعب هذاك فرحان، حكموا كما قلت جرايد، دارهم في لومبو شعلوا بهم. لما شعلوا بهم يا سيدي، الاخرين من جهه اخرى قناتك سيبورتي الغاشي، هذاك الشعب كان بعد اللي خرجوا العلامات. لما خرجوا العلامات هذوك لي سي ان اس اللي كانوا مورانا محلقينا، بعدك الزعاف هذاك كي شافوا العلامات وخرجوا القزازل، انا فون اعطيهم هكذا ما دير كذا، هذا طايح من كذا والغاشي الحصون طلعوا النت وتجخلط وراسات الحصون. واحد الشيء واحد كيما اليوم راني تابل كيما. انا جينا طالعين منا، جيت انا الاول كنت سابق وكان معايا مورايا حاحل وكان حاصل عبد الله وقاعد. انا جينا طالع كنشوف انا بوليس جاي يجري يجري بهذيك راسها باش يضربني، احكمت انا الساك ضربته به نشافي حليت له هذه. ومن بعد بديت نشوف الشعب بدا يغلي بشغله له وزقا. ومن بعد واحد كاين واحد شي صغار شعلوه فرنبو شعلوه الجنان باقي يشوفوا فيهم هكذا، السيراش دخلوا عليهم الفوق يضربوا فيهم. ومن بعد حبط دخلوا عليهم حكموهم عبطوهم والغاشي تزقي، الغاشي كان تزقي، الغاشي تزقي وكذا لا شيلو لا حبس مام الاربيت حبس حبس شويه على بارتي. ومن بعد جاو لهنا جابوهم خلاوهم بداروا فرونا على بارتي وبدات الدعوه تسخن. على فا الغاشي ما حبش يخرج، بداو كذا وبداو السيراش يطموا اللي ضربوا فيهم ما حبوش يخرجوا الشعب هذاك. ايوا الصعوبه تاع اللي ماتش صارونا اللي دارني ماتش هذوك، انا ردي بالنا كانوا الخاوه مسلحين كانوا بري انترفونير. اللي ضرواه ما يخليها تفوت، لابال يلحقها كود كود، عنده واحد السونتر شوت ما يخلي. وامام هذا الواقع الرهيب ما بقى له حل واحد، تجميد لعب كرة القدم والانسحاب من المقابلات. الانتر دروا شحال صوليد، كل يوم عنده لعب جديد، إلى دي شوت كوم دي بوليد. الحاج دريش ومولو جازولي راهم متذكرين هذه اللحظة، هذه اللحظة بالذات اللي قرروا فيها أن المولودية تنسحب من البطولة. أنا يا إبراهيم بعد المعركة اللي صارت أنا ما نزيدش نكمل، مادام أنا وخديت موقف بلي نحبس، ما نزيدش نخدم على خاطر وصلت مسؤولية كبيرة وننجم نديو الناس ضحية في كل حد. إي نقول لك يا بولود، يلزمنا على كل حال هذا الشيء اللي صرا نخبروا الجماعة الجمعية ديالنا، والموقف اللي يكون هو صحيح. انسحبت المولودية في 1956 ورجعت في 1962 يعني في يوم الاستقلال، ورجعت بوجه آخر، وجه رياضي أخوي. بدأت المسيرة إلى غاية سنة 1976 عام انتصارها في نيل كأس إفريقيا. شارك في المولودية، الكلوب هو المشهور في شمال المولودية. ما نجموش نقولوا يعني جمعية تاع العاصمة برك. المولودية كانت وين تلعب تصيب لي سيبورتير ديالها.